السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الصبح سمعنا أخبار عن استشهاد جندي مصري من قوات الأمن، جندي بطل، ومقتل 3 وإصابة 2 من قوات الكيان الصهيوني في تبادل لإطلاق النار على حدود مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا عند معبر نتسانة، والمعبر ده كان شغال لغاية عام 82 للمواطنين، وبعد كده بقى معبر للتجارة والبضائع بس. وطلعت صحف وقنوات الكيان الصهيوني تقول إن إرهابي مصري لابس زي الجيش المصري اتسلل لحدودنا وهجم على جنودنا، وإن ده ما ينفعش يحصل، وإن إحنا هنبحث مع الجانب المصري الموضوع. لغاية ما طلع المتحدث العسكري للجيش المصري ووضح الأمر في بيان، والبيان قدام حضراتكم أهو. وبيقول البيان: فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النار، مما أدى لوفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد 2 آخرين، بالإضافة لوفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النار، وجاري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقع. الصراحة عجبني جدا البيان ده. المتحدث العسكري ما تكلمش على هواياهم ولا تبرأ من المجند المصري، وده بيقوله بكل وضوح إن المجند ده بطل شجاع، وكان بيقوم بواجبه وبيطارد مجموعة من المهربين ومات شهيد، وبيبين ضعف جنود الكيان الإسرائيلي اللي مجند مصري بسلاح ضعيف الإمكانيات قدر إنه يواجههم ويبين ضعفهم. الله، أمال الجيش إيه اللي معاه أحسن أسلحة، ومجند إسرائيلي إيه اللي متدرب أحسن تدريب ومعاه أحسن عتاد؟ لو البيان كمان أظهر كذبكم وادعاءاتكم الباطلة، وإنكم ضعاف، وإنكم لما المجند ده كشفكم على حقيقتكم وإنكم نايمين ومش حاسين باللي بيحصل حواليكم من تهريب، هاجمتوه على الرغم من إنه ما كانش داخل يهاجمكم على حد زعمكم، وقدر لوحده إنه يسقط منكم 5 جنود ما بين قتلى ومصابين. قد إيه أنتم كيان هش وضعيف، وقد إيه الجند المصري مش بس ب5 منكم، لا ده كمان قدر إنه يكشفكم على حقيقتكم ويدب الرعب ما بينكم، والصورة دي تبين لحضراتكم مدى رعبهم وخوفهم. رحم الله المجند الشهيد البطل، وألهم أهله الصبر والسلوان.